السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد روكي. النهاردة هنتكلم عن شرح تثبيت البلب ستون على جهاز تيب لينك ام ار 3020. الناس اللي تابعت معايا كورس الهاردوير هاكينج اللي كنت بقدمه على جروب سكيورتي سوسايتي، اتكلمنا ان معظم اجهزة الراوترز او اجهزة الاي او تي عموما معظمها بيكون مبني على نواة جين ولينكس، طبعا لانها بتكون مستقرة اكتر من اي نظام تاني، فأنظمة لينكس بتكون مستقرة أكتر، فهي الأكثر استخداما في أجهزة الـ IoT بشكل عام. فعشان كده الجهاز اللي معانا النهاردة الـ MR3020 من الأجهزة المبنية على نواة جين ولينكس. النهاردة إن شاء الله هنستخدم الـ Bulbstone OpenWRT، هنحاول إن إحنا نثبتها على جهاز الـ MR3020 اللي معانا. الجهاز اللي معانا النهاردة هو من الإصدار الثالث اللي عندنا في الصورة ده. في عندنا على الموقع الإصدار الأول والثالث والتلاتة وبوينت 20، ده الموقع الرسمي عليه الفريم وير الرسمي. طبعا أنا جايبه بس كمرجع مش أكتر، كمرجع لإصدارات الهاردوير. تمام، في عندنا إصدارات هاردوير تاني لحد الإصدار الخامس. الموقع ده اللي هو موقع تنازة، ده موقع بيقدم سوليوشن تقدر برضو إن أنت تستخدمها مع التيب لينك MR3020 لو انت محتاج توزع مثلا، او عايز يبقى في عندك يوزرز وتتحكم في الانترنت اكسس بالنسبه لليوزرز دول، فتقدر ان انت تثبت الفريم وير ده. تمام، وبرده مدعوم على الاصدار التالت. الصفحه دي فيها شرح تثبيت الفريم وير لل MR3020، والطريقه دي بتشتغل معاك على برده الاوبن دبليو ار تي وبتشتغل على البلب ستون. الطريقة بتكون عن طريق ان احنا بنعمل static IP للجهاز بتاعنا. تمام، بالشكل ده. بعد كده بنعمل setup ل TFTPD server، ممكن نستخدم مثلا TFTPD 32. بعد كده بتعمل rename لملف الفريموير اللي عندك ل TB_recovery.bin، وبتحطه في الفولدر الخاص بالسيرفر الخاص بيك اللي هو ال TFTPD. تمام، بعد كده بتوصل الراوتر بتاعك ال MR3020 بكابل الإيثرنت بالجهاز بتاعك، وبعد كده بتضغط على زرار الباور وتفضل معلق إيدك على زرار الباور، وبعد كده بتوصل الكابل الخاص بإمداد الباور اللي هو كابل المينيوس آسف الميكرو يو اس بي. بعد كده لما يبدأ التحميل بالشكل ده، فبتبدأ إن أنت تشيل إيدك من على الزرار. تمام، اللي هو زرار الريست. هو كده كده الجهاز مفيش فيه غير زرار واحد اللي هو زرار الريست، فتشيل ايدك من على الزرار وتستنى تقريبا 5 دقايق او اقل من كده لحد ما يكتمل تحميل الفريموير ويتثبت على الجهاز. هنبدأ في تطبيق الخطوات. اول حاجة عندنا هتحمل الفريموير المناسب مع الجهاز اللي عندك. طبعا الجهاز اللي عندي زي ما قلت لحضراتكم هو الاصدار التالت، يبقى في حال عندنا اختيارين، السكواش اف اس سيز ابجريد، والاختيار التاني ال TFTP، وطبعا ده الاختيار اللي احنا نختاره عشان احنا هنبدأ بتثبيت الفريم وير عن طريق ال TFTP. فهنحمل الملف ده وهنحطه في فولدر زي ما حضراتكم شايفين، وهنعمل رينيم هيبقى بالشكل ده TB_recover. بعد كده هنروح على اعدادات الشبكة وهنعمل الستاتيك اي بي بالشكل ده. طبعا هو دوت هو هنا زيرو مش واحد. اوكي، لو في عندك اي مشكلة في الاي بي ادريسنج، الادرس اللي حطيته هنا في الاستاتيك اي بي حطيته غلط، فالعملية كلها مش هتنجح معاك. اوكي، بعد كده هنروح على تي اف تي بي سيرفر. من فوق اتأكد ان انت من هنا اخترت الملف الصح، هو عندي على الديسك توب هنا MR3020. عايز تتأكد ان هو الملف، هتضغط على شو داير هيعرض لك الملف بتاعك اللي هو TB_recovery، نعمل كلوز، ومن هنا هتختار الانترفيس الخاصة بيك لو هي موجودة، ممكن برضو تختارها من هنا بايند 2. هتدور هنا على 192.168،
آسف، لو مش ظاهرة عندك هتقفل البرنامج بس وتفتح تاني. اوكي هنرجع للانترفيس نتأكد ان هي موجودة. في ملاحظة مهمة، لو في عندك اي انترفيس تانية شغالة اعمل ديسكونكت منها. تمام، هنروح على اعدادات الشبكة تاني، تشينج ادابتر سيتنج، اتأكد ان الادابتر موجود، شوف الستاتس ديتيلز. اوكي تمام، هنروح هنا نتأكد ان هو موجود. تمام، لو مش موجود هتشيل الكابل من الراوتر وتوصله تاني. شوف دلوقتي موجود، 2 2 5. ايه، واضح ان في مشكلة عندنا هنا. سيتنج 2 6 8 موجود 0. تمام، انا عندي طبعا انترفيسز كتير، فالمفروض ان احنا نخفف الموضوع ده خالص، احاول ان انا اعمل لهم ديسيبل كلهم. سيبل سيبل، تمام كده مفيش عندنا غير الانترفيس الوحيدة. هنفتح وران از ادمن. تمام، ظهر معانا الانترفيس كده. هنختار الفولدر بتاعنا MR3020. تمام، شو داير مظبوط. هنروح على السيتنج وهنعمل بايند ونختار الادرس ده عشان يعمل فورس لاختيار الادرس ده، يعمل فورس سيلكشن ليه. تمام، بعد كده هنقفل ونفتحه تاني run as admin، او ممكن نفتحه ايه عادي. تمام، بعد كده هنختار الدايركتوري تاني، وناخد بالنا في كل مرة بنقفل ونفتح البرنامج ان الدايركتوري مظبوط، ونتأكد من هنا. تمام، طيب كده عندنا السيت اب بتاع الجهاز بتاعنا جاهز. كل اللي هنعمله ان هنفصل الكابل عن الراوتر وهنضغط على زرار الريست، وبعد كده هنوصل الكابل تاني. طبعا ده كابل الباور اللي بنفصله ونوصله، لكن كابل الايثرنت واصل زي ما هو. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ نقل الملف. تمام، وهتلاحظ تغير في الليدات على الجهاز. تمام، هتلاحظ ان الجهاز بيعمل عملية بوتنج. هتستنى ان الجهاز يكمل عملية الابجريد وبعد كده يعمل عملية البوت بتاعته بشكل كامل. هنروح على الدروفيرتس بس، هنعمل دايناميك اي بي تاني. اوكي، بعد كده هنعمل بينج على 192.168.1.1، وهنستخدم داش تي. هيظهر عندنا هنا ان الجهاز هيشتغل. تمام، وهيعمل ريبوت وبعد كده هيشتغل تاني بطريقة طبيعية خالص. طبعا بمتابعة الليدات اللي على الجهاز باين ان الجهاز لسه بيعمل ايه ابجريد. الليد الخاص بالباور بس هي اللي منورة دلوقتي. الجهاز لسه في مرحلة الأبجريد. طبعا حاول ما تفصلش الباور عنه في مرحلة الأبجريد دي نهائي.
هننتظر هنا لحد ما الجهاز يلقط معانا اي بنج بحيث ان هو يكون معانا شغال. طبعا لو حصل اي مشكلة خلال عملية الابجريد الجهاز ممكن يكون بروكن معانا. والى الان مفيش معانا غير الليد الخاص بالباور هو اللي منور، فهنحاول نعيد العملية تاني. هنرجع تاني الاعدادات الخاصة بالشبكة، خلاص هو الجهاز تقريبا بدأ يجمع. تمام، الجهاز طبعا اتأخر في عملية البوتنج بطريقة صعبة جدا. كل ده مفيش أي ريبلاي من الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بتاعنا بيحاول ياخد اي بي. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بدأ الجهاز يرجع بريبلاي، معنى كده ان الجهاز اشتغل الحمد لله. هنروح دلوقتي على البراوزر بتاعنا، نكتب 192.168.1.1 انتر. زي ما حضراتكم شايفين ظهر عندنا بلب ستون اوبن دبليو ار تي. الديفولت باسورد بتاعها هو روت. دلوقتي ده اصدار الجهاز بتاعنا وده اصدار الاوبن دبليو ار تي او البلب ستون وده اصدار الكيرنل. تمام كده الجهاز بيعمل بشكل جيد الحمد لله. ممكن نتأكد برضو ان سيرفيس ال اس اس اتش شغالة، اسف اوكي عندنا مشكلة هنا. مفيش مشكلة. تمام نون هوستس تمام. rmrf.ssh cannot find okay del.ssh all. تمام نحاول نتصل تاني. yes password هو root enter. تمام زي ما حضراتكم شايفين معانا اس اس اتش اكسس، وزي ما حضراتكم شايفين الميموري او الميموري التوتال بتاعها هنا 58. تمام والفري منها 40، ده الميموري. اما الفري سبيس من المساحة الداخلية بتاعة الجهاز او الستورج هي 1.6 ميجا بايت. يعني ما نقدرش ان احنا حتى نثبت ال ان ماب على الجهاز ولا نثبت البايثون. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم ازاي ان احنا نقدر نزود مساحة السواب الخاصة بالجهاز ده او نزود الذاكرة الداخلية كمان بحيث ان احنا نرفع من اداءه ونقدر نثبت عليه الادوات اللي احنا عايزينها بدون اي مشاكل. لحد هنا يكون انتهى ان شاء الله الشرح معانا النهاردة. لو في اي استفسارات هكون موجود معاكم. بشكركم على حسن المشاهدة وبتمنى تدعموني بلايك واشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو لو في اي اقتراحات هكون منتظر ان شاء الله اقتراحاتكم في الكومنتات. بشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء.